انا تونسي نعيش البر، عندي توافق من 37 سنه، عشت 3 سنين في امريكا والبقيه الكلها في ايطاليا. بالنسبه اللي قاعد نشوف فيه انا تعبين برشا ومزمره، وفما اللي يطلبوا، فما اللي بلاش لا خدمه لا شيء، يدبروا في روسهم، يعاونوهم يعطيوهم الماكله وكل، ولكن الخدمه ما فماش، الخدمه ممنوع عليهم باش يخدموا، فهمني؟ هذا قانون جديد اللي طلعته ميلوني كل، فهمني؟ يا حسره ايطاليا قبل كانت فيها الخدمه وكان فيها، اما توا هما بيدهم ما عادش يحبوا يخدموا، تلاين مسكره ضربه واحده، الاوراق توا صعيبه برشا برشا برشا، فهمني؟ بريس كان بوسيبل، معناها على حسب راينا نقول لهم التوانسه، نقول لهم اقعدوا في بلادكم الوقت الحالي وربي يعمل دين، يخرج من بعد قانون جديد ولا حاجه نتاع ايطاليا، اما توا مسكرينها ضربه واحده. عسلامة. انا تونسي نعيش البر، معناها مواطن في الخارج، فهمني؟ عندي توافق من 37 سنه، عشت 3 سنين في امريكا والبقيه الكلها في ايطاليا، فهمني؟ باهي مسيو، باش نحكيو على ظروف مواطنينا التوانسه اللي في ايطاليا، شنو وضعيتهم غادي؟ والله الاكثريه على حسب انا، معناها العيشه نتاعي اللي شفتها وكل، الاكثريه معناها تعبين شويه هما. القدم هذوك امورهم معناها مريقله وكل، ولكن اللي جايين الاخرانيين هذوما اللي جايين تعبين برشا، فهمني؟ بلاش لا خدمه لا شيء، يدبروا في روسهم، وزيد بالاخص الحاكم تو غادي في ايطاليا، عاونوهم يعطيوهم الماكله وكل، ولكن الخدمه ما فماش، الخدمه ممنوع عليهم باش يخدموا، فهمني؟ هذا قانون جديد اللي طلعته ميلوني كل، فهمني؟ قاعدين هما مساكن والله على حسب اللي راه فيه انا وكل، معناها هما تعبين زايد باش يمشيوا، فهمني؟ على حسب رايانا، خاطر غادي في الخدمه ما فماش، سو كي في معناها سي نيجاتيف، فوالا. ما بالنسبه اللي قاعد نشوف فيه انا تعبين برشا ومزمره، وفما اللي يطلبوا، فما اللي واقفين بحذا السوبر مارشي يقول لك اعطيني انا رو درا شنو، نهز معك الكروسه ونعاون درا شنو، وانا بدي نقول لهم زي جايين هنا لايطاليا، راهم ارجعوا لبلادكم خير، فهمني؟ على حسب رايانا، فهمني؟ خاطر غادي فماش، يا حسره ايطاليا قبل كانت فيها الخدمه وكان فيها، اما توا هما بيدهم ما عادش يحبوا يخدموا تلاين، وسيرتو عندهم كريز توا، فهمني؟ فما كريز، معناها نحن القدم مريقلين امورنا، ما عندناش مشاكل وكل، اما توا الجناس هذه جديده وجينيراسيون جديده صعيبه برشا، فهمني؟ على حسب راينا هذا اللي راهو. كيفاش صعيبه؟ خاطر هما الخدمه ما فماش، ولاو يحبوا يخدموا كان ولاد بلادهم، فهمني؟ حتى صارت برشا يحبوا يعملوا كونتراتوات للتوانسه وكل، يمشيوا للبيرو الشغل نتاعهم هما، يقول لهم لا لازمكم تجيبوا تلاين، فهمني؟ كان نحن ما عادش عندنا تلاين وقتها جيبوا التوانسه، اما توا مسكره ضربه واحده، انا قاعد نرى فيهم كل يوم نعيش معاهم وكل، معناها ما وياخذوا في الرومانيين، عندهم الرومانيين، خاطر الرومان والالباني من البانيا يخدموا عند النساء العزايز، فهمني؟ العجز وكل واحد، فهمني؟ يمشيوا ينظفوا لهم، اما معناها يعانوا في الاوروباويين، ماهوش قاعدين يعانوا في نحن في التوانسه، فهمني؟ هذيك الحكايه نتاع ايطاليا، ما هما مش معناها راسيست ولا حاجه، انا نعيش نعرفهم ونشوف، المشكله هي معناها ما فماش خدمه، الخدمه ما فماش، فهمني؟ برشا عطله تسكرت، برشا معامل تسكرت، ويخدموا مع الصين الشعبيه، معناها ما عادش كيما قبل، فهمني؟ وبرشا تو معناها مديرين شركات وعندهم واحده، بعثوا الشركات نتاعهم الكل لبرا، فهمني؟ جابوهم لتونس ومشاو للمغرب ويخدموا مع الصين الشعبيه، مع كوريا، فهمني؟ معناها صعبت برشا، سي دوماج وفات ما عادش كيما قبل، فهمني؟ هذيك الحكايه نتاع ايطاليا سيرتو. وشبابنا اللي عاول على الحرقه باش يشوف بلاصه معناها ويلقى خدمه غادي في ايطاليا ويحرق لها بالذمه، شنو يكون مصيره معني؟ ما هو المصير نتاعو على حسب ما يقولوا في التلفزه، على حسب ما نشوفوا فيهم، ياخذوهم يعطيوهم، فما يسميهم لي سونتر هذاك داسيستونس، يهزوهم فما الطب يتلاهوا بهم وكل، يعطيوهم يوكلوهم وكل، فما عاملينهم كيما الاوتيل باغ اكزومبل، كيما وعندهم وحدات دي سونتر وين يرقدوا وكل، ويعطيهم حوايج وكل، من بعد هذيك الواحد كل يلزم يخمو شو يعملوا، يرجعوهم يشوفوا لهم، اذا كان مينور يخليهم غادي ويتلاقوا بهم الحاكم في ايطاليا، واذا كان ماجور على حسب ما قاعدين يشوفوا معناها ويخموا في بالاخص الدوله الايطاليه، يحبوا يرجعوهم بشويه يرجعوا، فهمني؟ هذيك المشكل نتاع ايطاليا. المينور ما ينجموش يرجعوه هنا يبعثوا لتونس؟ لا، المينور لا، يتلاقوا بهم بعد يشوفوا من 10 سنين الفاز نتاع هذه نتاع المينور، خاطر سمعت بها برشا، المينور يتلاقوا بهم هما من الاول، ومن بعد يلوزوا فماش شكون بو وام وحاجه، فهمني؟
ما ذيك فهمني ما عنديش حتى معناها على حسب مرة فيه هنا فهمني هنا ريت برشا ماجور برشا توانسة مساكن يسخفوا غاديك ساعات تلقى واحد مزمر عليه واحد يعاون داكور دوما باش تعاون ما بشيو فيه الفلوس ما عندهم وين يمشيو يقعدوا بحذا كما قلت لك بحذا السوبر مارشي يشوفوا يهزوا الكرارس بتاع العزايز وكل وكي يراو بوليس والواحد يهربوا فهمني برا والبوليس ما عاد يرجع من الغد معناها حتى الكنترول غاديك كيفاش نقول لكم عاملين كنترول سهل مش في ايطاليا مش كيما فرنسا يخليهم يعرفوه اللي هرب ومن بعد يرجع ومن بعد باهي مسيو بالنسبه للاوراق اسكو ساهل باش تعمل اوراق غادي ايطاليه اقامه صعيبه لا صعيبه صعيبه برشا الاوراق توا صعيبه برشا 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 فهمني توا مسكرين حتى الاوفيس دو ديميغراسيون تاع الايميغراسيون كل ما فماش الا كان واحد عنده كونترات جاي من الدوله التونسيه باش يمشي يخدم غادي داكورد الاوراق يعملوهم لما باش واحد يمشي غادي صعيبه صعيبه برشا سي بريس كان بوسيبل معناها كان فماش امور ما بين ايطاليا وتونس معناها ما بين تونس وايطاليا باش يعملوا لهم كل يمشيوا الفلاحه الفلاحه وكل هذيك نوع اخر سي امبوسيبل واحد باش يمشي كان شي واحد باش يمشي تيديون عنده باش يعمل دكتوراه ولا عنده حاجه باش يمشي يقرا غادي هذيك امور اخرى اما الخدمه توا يا مدمازيل الخدمه صعيبه برشا صعيبه ما عادش يخدموا هما بيدهم حتى الوتله والقهاوي والواحد ما يخدموا يخدموا كان في تلاين تلاين ولا الالباني ولا الرومان خاطر الرومان تابعين اوروبا فهمني سي دوماج ما على حسب رايي انا نقول لهم التوانسة نقول لهم اقعدوا في بلادكم الوقت الحالي وربي يعمل دين يخرج من بعد قانون جديد ولا حاجه نتاع ايطاليا هما توا مسكرينها مسكرينها ضربه واحده.